ما تعرفش دي بتعمل ايه ولا ايه؟ متعرفش كده ان دي جامدة قد ايه. اه والله كان اي تك ايه تنام ايه عند غير يا ابني هو احسن ما يفكرك انت. شوف يا عم. عند غير عند غير يا عم ما تجننش دماغي يا عم. انت عايز تكسب عايزين نكسب. اه بس ما انا بعمل ايه؟ انا بحاول اطلع الكاري اللي في جواهم يعني. انت بتلعب بس كان جيم ضد امزاي سايلوس. العب له بمين في المدلين؟ طيب هو اليساندرا هتبقى هو حلو. حسن يلا حسن برندد برندد حسن لما تتعلم معايا جارين يعني؟ جارين يعني انت اتعلم يعني انت نازل تتعلم عيب معايا جارين يعني؟ والله عيب والله اتعلم مش والله يا اسطى. امين ازاي انا هم لكن امين. اتعلم يعني انا فتحت الستريم يا عين فعايزين كاري زكريا يعني تراي هارد او زي ترى هارد مين احنا مش البري سيزون بتاعنا امين. يا كريم عامل ايه يا صديقي؟ محتاجين الرونز. ايريونز اذا دخل لي فيورا حسن حد الحاسة واه تحت ايده على فكرة جارين حلو قدام فيوراس. جارين حلو قدام فيورا بس هي بتوصل لمرحلة بتمسكه لا ما انت مش هتوصله بقى المرحلة دي، انت هتفنش عليه فاهم؟ من قلي الله الله اعلم يا الله رايق. اعلم عندنا كلب مسار رايق، كلب مسار رايق ومحدش عارف يقتله. ولو تعرف حد كانتر وروك هيكون شاكلك جدا. وروك يا اسطى، هو يا حسن ده مفيش اي نوتيفيكيشن جت يا اسطى الفيسبوك مستعبي. جميل حد كانتر وروك مين يا جماعة؟ جاكس ياض حلو قدام وروك. جاكس اول كاونتر لورك في الفايترز ترند بعد ليفل 6 تريندمير ولاف اه كاونتر لورك ولاف نايس بيك. مين كان مين تاني مين تاني يا جدعان؟ كين يتخانق معاه روكاي ايه وكل رمان قبل ما تلعب وروك ايه؟ والله لو على بس لو في التوب جاكس يعني بس جميل لا بس الرمان هيديك باور اكتر يا اسطى. وست هتيجي على فكرة تكمل ممكن يكسبه. ايه ست والله لا عادي عادي فاهم هو الواد سحرين انت. انا كنت بكسبه بريلي يا اسطى. ديريليا اه كيوت ويروك ده والله اي ما هو لازم يعني، ما انت بذكائك بقى الاي كيو بتاعك ولا ايه؟ لا هو كيوت ما اي كيو هو في هو ويروك ده محتاج اي كيو اضرب 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 اضرب. هو اللي كيوت والله محتاجين نقفل الحاجات دي بس عشان السينما هتلاقيه بيموت عقبال وانتو ايه ما سيبوا نجيب اسمه ايه تايتانيك اتس يا ايه اسطى عمود النور ونزله. ايه على طول يا اسطى عايزين نتخانق فانا هنزل اضرب يبقى 9-0 يبقى 0-9 مفيش وقت للكلام ده ثانية بس احنا محتاجين نعمل ايه؟ مش كلوس النايت بايك دي جميلة نعمل ريكونكت من اول جديد. عادي عادي انت اللي معطلنا يا حسن حبيب قلبي يا ابو حميد. والله يا اسطى انت اكتر. انا والله وحشني السينما يعني، انت وحشتوني بس هو احنا كنا داخلين على موسم رمان شديد فانا كنت ملهي في الزراعة بصراحة. بتاعها هات يا اسطى هيبقى عمود نور وفيورا حلوه قدام وروك صح؟ فيورا حلوة قدام مروك هي بص هي هتقعد تبنش فيه فاهم كيو في اي في دبليو وفي كل الكلام جميل جدا هو بص هياخد اول 3 من انزات من اي ويرفا يرجع تلتش بيه تاني هي دي كل الفكرة
هي دي كل فكرة دورك. يعني جيس مثلا، شوف انت لو لعبت في جيس دورك هو هيسيبك تعمل في اللي انت عايزه، اقعد يهيئ لهم منيون برضه زي ما هو عايز. فانت اهم حاجة، الكلب الكلب اهم المسعور حاجة عدى 11، اكلوا له الماني يا اسطى. خف انت عارف كانوا بيمسكوا الكلاب المسعور عندنا يفضلوا يهروها جت، اقسم بالله ما شافش السرعة يهروها والله. جت، يجيبوا المنفخ وينفخوا فيه من ورا، فاهم؟ لا والله ده كانوا بيشربوهم سجاير. يعذبوهم. ميوتو عشان نكبر كويس. بس فهي كانت ده، انا الكلب المسعور كان بيصعب عليا من اللي بيحصل فيه. نو نو ستاك يا عم، مش هنستاك، اللي عايز يستاك هو ثانية بس الجهاز معانا شاء. هستاك، انا مش هستاك والله العظيم، ما هستاك ضد بايك سايبر احرق. هو ايوه بيعمل الصح، لا يستاك ليه ضد الشامبيونات؟ مفيش الساك يس. اهو اهو اداه اهو فلاش طبعا النبي، كان عليك بايه بقى كل اللي عمله طبعا يعني. النبي بجد يعني. خلي بالك بس، في رياضة واحد يا اخي عندك يا ابن ال، كسر دماغه والله دايما الجهاز بيزمره. مين بيزمر الجهاز؟ قلت لنا زد بيبقى النجل انا يا ابن الناس، قول له فور ده هنا بس. قلت له بدك جهازي يا اسطى اللي بيزمر وبيرعش عندنا يعني في الستريم، ما توقف يا اسطى الزمارة دي، طب اما تريح يعني امك. عايزين نشغل اغنية مد ايدك يا سيد عرد، مد ايدك شغل اغنية ونرجع نلعب الجيم. سايلة ساكو يا جدعان. بس هي الفكرة بقى الاي كيو، وشوف الاي كيو هيعمل ايه. هل انت عندك اي كيو كافي ان انت تلعب قدام الكاونتر ولا لا؟ بس ف عارك عارك بس هي كده. اتمنى ان الزد يكمبني عشان اكون شاكر ليه جدا، عشان لو ما تكمبتش هفايد. حسن ده اول جيم استهدى بالله، انت لسه ام يعني. انا وحسن عملنا 9 لوز ستريك امبارح، 9 جيمات لوز ورا بعض كل لوز مش وين. ما انا مش فاهم ايه اللي باكك لساندرا ده في الميد بصراحه. كارمي كارمي بليز. طلع كام بمية تكسب على طول ده العظيم. انا هبقى في منطقة الخطر كده على طول الجيم كله. طب انا ما اديتوش اجنايت ليه؟ ينفع تديني سبب انا ما اديتوش اجنايت ليه؟ ما ماتش. اوه واه واه نايس يا ابن العيبة. والله في الستر مع الغلابة والله. حلو ادى ياسر سمارت والله. هو طلع يا اما على سكاتر التوب يا اما هو ورد. تمام هو ورد تقريبا. ايه ده؟ هو ايه اللي بيشتري ده؟ 2 متر يا اسطى، اتولد في الهند وانا اتولدت في مصر، بس هو ده الفرق والله. ما فيش حاجه كتير. مين ده اللي طلعت في الهند؟ شوميكر. واه واه يا عم لا يا جدعان، لا المس، لا الميد بليد، لا الميد بليد، لا لا انا كده انا تريت 9 جيمات يا جدعان. لا 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 واي دو يو انجيج زير. ها 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 ايه ده؟ واي ام بلينج ويز يو كلاونز. ها ها ايه ده؟ ماله بجد؟ عبيط يا ولد. عادي عملنا جي جي اس وخسرنا كورومون.
الرومان صح؟ عاركنا يا حاج سارة. All muted boy. لك باي. هي دلوقتي هي دلوقتي. ايوه يا ترى العيب على الطلاق ده عيب. اعمل لي فيها فيورا يا عم، فكر نفسه فيورا كده ايه يا اسطى؟ يا اسطى شو ميكر معاه الجنسيه الهنديه، فكك بس من شويه. هو بعدين يا اسطى الهنود والبتاع ده شبه بعض خالص. ايه انت متاكد من كام؟ ايوه يا ابني ولا بتروج يا شعب؟ لا لا مش عادي يا اسطى، انا هندي وابويا هندي. هو يا ابني سمعتوش انت هو بيغني الاغنيه دي؟ طب البوت ليه؟ خلي بالكم يعني انتوا مت متوا مين؟ موتوهم. عيب يا عم. ماتوا، اسمع مني بس، انا مش ب شوف انا مش بروض. ماشي يا هم قال لك اهو، مش انا مش بروض اشاعات يا ابني والله العظيم يا جدعان اقسم بالله. تقدر تروح ثلاثه في هيفيدوا سايدس يعني، هيفيدوا سايدس ثلاثه لسه هيفيدوا ضن يا باشا، فايدوه خلاص من كده. انا البوصة ضاعت في المحيط. هما كانوا برضه يقتلوا كازكس على مستوى الرعب، الناس بتلعب على مرعوبة. شوف الميت ده على يتعور. تفتكر نجيب له انت هيل ولا فاكس؟ مين ده؟ سايلاس لازم. انا هجيب انت، احنا ضدنا فيورا وسايلاس، اي حد في هيل يا دل. بس انت ما تجيبش بص ده عيني في المحيط. ده ديكاري قفل بتاعهم باين. يا رب لازم مد الفكرة. أنا لسه بتعود جي جي اوبن بوت ترو، لسه بتعود على الماوس الجديد. ايه يا ابو يا بنت مست الكيو. نايس نايس ريبورت ذس سبورت سبورت ده. مش عايز البنت هنا يعني؟ مش معايا مانا. تعالى يا اسف. بالله اجري يا اسف. التوب طيب اقتل التوب. اي حد لسه يقرب. اي خدمة يا ماشي، بس انا محتاج ان انا هو ايه يا جدعان ده؟ ايه يا كتلي؟ مش عشان صاحبتك بتروم يا ابن اللعيبه. هي البت ليه اتكت عليه طيب؟ مش معانا الدمج ان احنا نديله للاسف. طب وبعدين يعني؟ الواد طالع لك. الواد طالع لي؟ والله. الواد بيموتني. عشان موته يا ماما. يا عم هو اخذك ليه زد ليفل 5؟ انت ليه لسه ليفل 5؟ ما الواد مشقطه يا اسطى في الجنجل. مشقطه ايه بس؟ ما هو لسه مكلف له الفلوس اللي كله بتاعه. طب انا اللي اعرفه ان زد بيبس بس. يا ابويا يا جدعان. وات؟ يا عم انا طب حد يفهمني ده؟ انا فلشت والله. بص بيعمل ايه طيب؟ جاب كلايه؟ ماشي ماشي احنا ممكن نكسب في ال البت جت ضيعت الميد يعني والله العظيم دمرت الجيم. معاك ار هتجيبه هتجيبه. حلو حلو. ما تستخسرش في حاجه، انت هتاخد شت داون من النار. مين اللي بيبني؟ البندنج لخازيكس. مش عم ممكن اخد بداية في ال الواد معاه التبي دلوقتي. هو ثاني يعني يعني من الانزاع التانية بت البطة البيضة ان هي ما تعديش عليها. هو البلتاية مين اللي خدها بس؟ خالص مش ضربت بيه. ممكن نقتل الواد ده تاني؟ هو يعني
عرفت الزعل له ايه ده فشخ مين؟ لهم يا عم في كل الجماعة عادي يا اسطى له ايه له حالا نكبره يا ابوي رياض سالاس بيدمر جامد والله العظيم شايفين العيال طيب؟ انا اول مره اشوف خازك سيفايد في اللي بصراحه حلو ميسنج من فكرة الوقت في خالك اللي هيتم في البوت تظبط باشا انت معدي على كنترول ولا حتى لما انت نادي عايزك سبوت انت بجد الواد ده وحش قوي لعيب لعيب مين يا عم يا اسطى الكلب ده سيبنا موت يا عم بس يا عم سيب الترت سيب يا بابا الترت يا عم سيب الميد حسن انت بعت لواحد صاحبك مش تقول لي يا اسطى ما انا عامل ريسيس يا اسطى من بدري على العموم هو فلش يعني والله العظيم لعيبه هلب طيب ماشي يا رب هلب يا ابني سايلا ستوب يا حبيبي انا مش فاهم بصراحه انتوا خايفين ليه سايلا ستوب ايه ايه الهري ده يا جدعان ممكن نعرف كومبات جنن يا اسطى يا اسطى الناس بتسالك على كومبات جارين كومبات جارين يا جدعان مش من جارين ده اول حاجه بس كومبو جارين اول حاجه تربع راسك راسك تبقى مربعه تضرب كيو اي ار بس تكال عادي او اي كيو ار دندرجن 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 انا مش فاهم والله يعني البوت لين بتوعنا فاتحين رجلهم حلو هو خوافين يعني بصراحه ماشي فيورا طلعت ممكن نيجي نقتلها مش فاكس اخد بيت عادي لا ده البنج عنده واطي على فكره فيورا ليه طيب بيبريدكت الكيو لا جوز مش بيبريدكت بس هو البنج عنده واطي كيو قبل ما تنزل عليه قبل ما الاقيها اتسندت في اقل من ثانيه ثانيه عارف انت مش البنج بتاعنا ده عشان كده يا اسطى احنا بنخسر من الناس دي لا 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 امبارح التسعه لوز ما كانتش عشان كده طب يا اسطى ستوب فاكينج سمارت من توب ام كومينج ام كومينج بجد تعال هنا تعال يا واد يا ابني بايك اخرني بايك هنا بايك والله ريبورت تجارن الله لا رونز والله الله برونز ايه ده؟ الواد ده راح يفايد سايلس يا اسطى ايه؟ الواد زد راح يفايد سايلس ايه رايك؟ حد يجي طيب الحالي جي جي خدت فيرس تور انت متضايق ليه؟ جي جي برضه انت تاني؟ الواد خازكس عليه شت داون جامد لو خدته هكون شاكل ليك جدا اقسم بالله واخد كوره رايح جاي والله العظيم سمارت يا ابني قلت لك جارين يا ابني يدوس على كوره ها نوب يا لا, لا 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 والله العظيم الواد واحد ده اساسا خد كونكر تخيل تقعد شايلك كده في الاخر جارين يرجع كيور لسه شامل نيرد رامبي
يا اسطى ابن الكلاية يا واد يا اسطى، ايه ده يا اسطى؟ مفيش تعاون خالص. روح الفريق اللي بطلناه اخو كانون. طيب يا رب مش ايه والله العظيم. طب مش هناخد دريك؟ دريك يا اسطى شكليات، يا اسطى شكليات والله شكليات يعني. انتوا شايفين انا شكلي هجيب ديسكاب الجنة على طول. يا حسن والله والله العظيم مفتقدينك وانت بتلعب ضرب والله. والله العظيم ما في وقت. ولا شك هم بيعوا، اقسم بالله ما ينفعش ياخدوك. لا يا اسطى عيب عليك، احنا رجاله قوي. ازاي واحنا متفايدين؟ المره الجايه رجاله بس مش دلوقتي. الجيم الجاي لا مش بتاعي والله العظيم. الواد زين ده اسمر. طيب نلعب بعد الجيم الجاي والله برونز. طيب عاش يا والله العظيم. طيب بجد الواد وحش قوي. انا عارف اللعيبه بيغيروا من بعض. حصل حصل. اوكي طيب افرم انا بوت يعني؟ ماشي شكرا خالص، كنت شاكر لكم جدا والله. لما تولع مع واحد بالغلط بالظبط ده اللي حصل مع يا اسطى. بس احلى حاجه عارف ان انت بتكاره والله العظيم. نعمه اقسم اللهم ادوم نعمه احفظها من الزوال. اقسم بالله نفسي اتكاره والله ما هقول لا، والله العظيم ما هقول لا. عاش والله افرم حلو. بس جدعان ان انت تتكاره ده زي ما تكون رايح تقضي مشوار في مصلحه حكوميه ويخلص لك وانت رافع رجلك. الله مش انا مش معاكم دول خمسه على فكره. انا مش معاكم، انا مش معاكم. بص زيد عرفت ليه الواد وحش؟ ياد هو دخل انتحر. ما بالظبط عشان هو عادي بس جاب كلها يعني. اقسم بالله وحش. خلاص يا اسطى ايه الغيره دي؟ الغيره شايف شايف الواحد يبقى احسن منك يعني عادي. هو احسن مني ليه؟ هو تعالى طب نقتل اللي انت مفيده في التوب. تعالى نقتل اللي انت مفيده بس في التوب. تعالى يا ريت يبقى احسن مني، يا ريت يبقى احسن مني ويكاريني وانا اكره. لا بس لول دي سهله يا اسطى، بس عايز اللي فاهمها. انا معاك على فكره. يلا 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 انا معاك. خليه ياض يسحب عليك. ولا ولا ياض خليه يسحب عليك. اقسم بالله هربع دماغه. ياد خد منه ايه ياد؟ روح شوف فيورا بس اللي بتبش. اتنين ستة فيورا دي. ماشي روح شوفها بس. انت خايف تقف لها يعني؟ اقف لها ليه انا؟ لو خايف تقف لها قول لي. يا ابني انت فاكر ان انا بخاف من حد يا اسطى؟ ايه يا عم؟ لازم بوت. يا عم ده خالد الطار يا عم. يا عم انت سايب التوب لين بتاعك بيمشي كده والله العظيم يا رب. بيست يا عم انا مش انا مالي. خافت مني، خافت مني ورجعت يس. استنى عشان زد وحش. لا يس مش وحش. بس الكيوهات كلها عيني. كنت هضرب له، كنت هضرب له تري والله بس ما سالتش. تقدر تبين مين ده؟ بيبنج لي والله العظيم ما سالتش. ده بيبنج لنا. طب يس كل حاجه وبيبنج لنا. انا جاي رايح تبي توب على فكره. اقسم بالله ما رايح. هف انا اتبلت يا راجل. يوتو باي باي. طب يا جدعان اجري اجري اجري. انا ضربت دي بيتوب عشان اضرب فلاش حلو والله العظيم محترم. رحت انجيج ما لقيتش حد انجيج. ادي زد الحلو ادى 2000 جولد شاب داون. ليه نظرة يا اسطى؟ عايزين واحدة ده مصري كده في الشاشة. بايظ عندي. شفت المنظر؟ يا اسطى ايه ده يا جدعان؟ والله العظيم تقيل. طب يا اسطى طب ديفنس يا اسطى التوب يا اسطى. يعني انت يعني انت ولا ملاحق ولا ملاحق ديفنس ايه ده؟ هوبا ده مصيا. ده مصيا. ده مصيا. ده مصيا يا جدعان. جاب راسه نصين والله. لك ادي كاري. طب احنا بنخسر كده على فكره يعني. اوه بقول لك احنا بنخسر يعني. شوف طريقه ان انت تكاري بيها يعني. كاري مين؟ وانت كاري. اوكي الحق زد. الحق والله العظيم نفسي اسيبه يموت. والله محترم يا داس. الو انا جاي لك على فكره. انا جاي اقسم بالله نفسي اسيبه يموت يعني. والله يا اخي ما تسيبوش حرام عليك.
حرام عليا ايه بس. انا معاك انا معاك انا مش معاك انا معاك تعالى مش معايا انا مش معاك ايه يا حسن؟ ثانية يا اسطى، ثانية ثانية، هو ايه يا جدعان؟ مين اللي فايدهم كده يا جدعان؟ فايدهم مين يا حسن؟ انت ما دخلتش ليه معايا؟ الواد كانوا كلهم وان اتش بي، الواد والله ده كان وان اتش بي، فرام وان اتش بي. دخلت متأخر، مش في حسابي انت هتموت كده يعني. يعني ايه مش هموت كده؟ أربعة عليا يا حسن، ليه ما اموتش كده؟ حد قالك عليا هولاكو؟ يا جدعان ليه الانت في البارون يا جدعان؟ ليه؟ ليه الانت في وقت البارون؟ مش ده اللي قلت لي الحقه، كان زماني سايبه يغور يموت في 60 داهية. شفايين يا كيت كيت كارما، شفايين والله يا عم. الناس كلها قالت شبيه روح. الله يهديك ايه يا اخي. اوه يا ابن اللعيبه، هو تحت الغلط. طب زد ده يكس زد ده يكس. عايزين دول على الستريم والله، دول على الستريم والله العظيم. مش خد دريك طبعا يا حاجه كده يا ابني، اديله ار يا ابني. يا جدعان دريك اي حاجه يا جدعان في الكوكب. على يا اسطى انت غلطان يا اسطى، لو كنت دخلت كنت هتبص فين يا اسطى؟ يا راجل ما بعرفش العبه يا كريم، صل على النبي. ما رضيش يخش معايا يا كريم. كريم ما رضيش يخش معايا، يرضيك الكلام ده؟ يا اهم حاجه راحت البلد يا جدعان، فكك بقى ادخل معاه ولا بتاع شكليات والله. الحقوني يا جدعان، حد يجيب جري. ما جاي لك على فكره، جاي لي تاني. المرة دي جاي لك بجد، ادخل يا اولاد يا اولاد. اربع دماغي عليه. طب استنوا يعني، كل دي مش استنات؟ ما تستنوا، كل دي مش استنات؟ جربت تستنوا؟ بايك جاي، بايك جاي. نخاف يعني ولا اعمل ايه؟ لا يعني ناخد حذر عقبال ما الزد يجي من التوب. ارجع لورا شويه. زد مين؟ زد زد اه جاي من الطريق. ارجع لورا، خلي بايك يسحب. والله العظيم ما هرجع يعني، انا بص انا عايز اتعارك. عاركني، خلي خلي حد ينط، خلي حد ينط. يلا يلا اصعد، اديله بايك 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 بايك. عاركني ايوه ايوه اديله اديله، انا اللي هيجي هستنه هسنفره. يلا 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 يلا، انت فين؟ انا يليت، انا جوه يا حسن. هدا 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 يا عيل، استنى 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 استنى، موت 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 موت. ايزي ايزي ايزي، ليتس جو ليتس جو. دريك 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 مان يا ابني، اسمعوني تكسبه والله. دريك كمان واحدة، كمان واحدة دريك كده. دريك 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 دريك. اوكي باك كده انا جاي. ايه قلت ايه يا اسطى؟ يا اسطى انت مش شايف السكور؟ ايه ده؟ مين ده؟ مين اللي مات؟ انت مش شايف السكور كويس بس يا كريم. 2 4 2 لو سمحت، هتزعل. يعني مشارك في 2 كيلز بقى؟ هي دي. والله بيريكول اسد. ايوه فين الفارم؟ لما انت تاخد فارم البوت بعد كده فارم الميد وكيت تطلع فارم التو. الحق الحق كيت يا اسطى، اتضرب عليها جوست باذن الله تموت يا اسطى. انت مع الانمي؟ اه يا لا بجد والله يعني انت والله مع افتريوت. عاش والله. قول بريد، بس خلي قول بريد. لعيب 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 لعيب. عاركني ياض، خلاص ما تعاركنيش. الناس بتطبل لك يا اسطى والله، والله العظيم شكرا على الكات والغاليه. انت لو بتعرفوا اللي فيها طب ايه؟ طيب في حد معاه بارون لسه؟ مين ده؟ عايزين نقتله. قادر تندم عبد الواحد؟ شكرا على العدل. ولا 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 خازكس جاي وبايك جاي وسايلس اهو، اللعبه صعب. بص انا عايز اعرف ليه هم بس اعلى مننا ليفلات؟ مفيش حد اعلى. ما عدا جارين ابو دماغ مربعه بس، عشان خد بارون مثلا مثلا مثلا. اه صح، البارون بيديك سي بي. شاطر يا دارسي. طب ايه؟ طب انا عايز اقتل تريستانا. انا عايز اقتل تريستانا. ايه الفلاش ده؟ وات؟ فرصه سبليت. ايه ده؟ ايه المستوى؟ باي قتلت تريستانا اصلا. لا هذا لا العظيم، شد جنبها بس. لعبة جميلة جدا، اضرب يا يا رب يسحب بالغلط يعني. خليك والله تاكل علقة. طب ايه يا جارين؟
يا جارين ازاي يعني؟ ما انا بسبلت اهو. ايه ياد، انت ليه ياد بتضرب الايه كده مزدوج يعني؟ اكيد مش انا. يا عين يا عين على ايفرتوس يا عيني، وانت بتمصمر خالص. بس صعب عليه. كاري ذكاء. طب ايه، طيب مش هتحرك؟ حرك مين يا جدعان؟ اقسم بالله ما ينفعش تعمل فيكم كده. بص يا عم، شو ايه يا عم؟ يا اسطى يا عم، انتوا حالتكم صعبة والله. بس بايك كرر فايت، بايك كرر فايت والله. والله انتوا الوحيدين بايك يا ابني والله. لا انا شفت المنظر، انا شفت يا اسطى فرونت لاين والله. كتلم كان واقف في وش فيورا. ماشي والله كده. سايلنس ده مع زونيا ولا لا؟ هو ضربه اوربت مع زونيا ولا لا؟ ايه ده، خلصانه كده ماشي. خدت الار بتاعتي. انت لعيب، هيطبح لك دماغك والله لو دخل. لا بس احنا مش محتاجين زد يموت لان هو كاري. مين ده؟ زد كلب والله يا اسطى. الواد 14 كيل يا عم، يا عم كفايه الحقد اللي جواك ده يا اخي، حرام عليك. كل كلات واخدها بدمج الار، بيمس الكيوهات. ماشي يا اسطى عادي يا اسطى سمايت. انا لعيب. طب ما انت يا اسطى بتجيب كلات ار يا اسطى. ايه لا، انا قايل على نفسي ان انا بجد. هو ما قالش، لما يقول الكلام يختلف. بارون. طيب يا جدعان كانون، يا جدعان الكانون ده بفلوس اقسم بالله. بارون يعني هكون شاكر لكم جدا لو خدنا البارون ده. يا ابوي يا دلوقت سايلاس ماله تخين ليه كده؟ ايه عادي. لا مش تخين. ايه الحال؟ ايه ده، مين اللي راح ده؟ هو مات. كمل يا حسن انا معاك، كمل يا حسن انا معاك، كمل يا حسن، سيبه يجي عليك. عارف سيبه يجي عليك، اللي بقولها لك دي سيبه يجي عليك. لا ما انا مش زي اللي بتقولها لي، انا مش هعمل زيك. يلا يا عمي عايز. I'm coming. والله العظيم سبارك. طيب اعملوا لي فول فول المنطقة. فولو مي، اعمل لي فول يا ولد. ناخد طورات احسن، طورات احسن. مش معنى ال حسيت والله يدينا مش معنى الجنجل. ناخد طورات. طب انت لفيت الدائري بتاع الجنجل ده ليه يعني؟ سؤال يعني، عشان اشوف الخازكس فين. خازكس يا راجل، طلع على النبي يا راجل. لا يا عم، بس ده انت بتموتوا من بايك. يا راجل صلي على النبي، ما هو بايك هيضرب ارض دلوقتي. ارجع. طيب ارجع بعد اذنك، نرجع سوا، نرجع سوا. باي فرونت كتل واقف قدامي. بايك دبل ار، بايك تريبل ار. تعرف ترمح لحد فين؟ يجري يجري يا اسطى ليه؟ طيب يا جدعان بعد ما خدنا ليه مين هو؟ يعني احنا بعد ما خدنا الطور فاهم؟ اجري يا نفسي والله يجري. دبليو نفسي يجري والله العظيم. احنا بعد ما خدنا الطور يعني انتوا قعدتوا ليه؟ بارون تاني اهو. بقول لك كيتلين اقسم بالله اللي كان قدامي. انا هضرب ار عند البارون. انا مش عارف بصراحه اعمل لكم ايه. استنى ايه يا حسن؟ انا بشتري من حته غلط. ما اتصلتش مع الراجل يا حسن اللي يقول لك عليه الطعام. حاسه هيعملها. روح يا ابني. لا عيب. استنى، شايف البارون بقى؟ ميتين فيورا يا اخي في الارض. فيورا مين دي؟ 5 11 يا اسطى. هي اللي اديتنا للصن يا ابني. اي توك الصن مان، اي توك الصن. يو كان اور يور سيلف يو نو رايت ناو يا ابني. ما خدنا بارون بس اهم حاجه. انا يعني البريز اللي انا كنت عايز اعملها نجحت. طب حد يلحق سايلس؟ سايلس يا ابن اللعيبه سمارت والله. خد يا ابن الفتاكه يا عيني. يا ابن اللعيبه جري. خدوا بقى نعم. ارجع يا جري انت. ارجع ايه وما تروح تصيد الدوره مالك؟ خوفت ايه؟ خوفت يس، عيب عليك. خواف ولا ايه يا حسن؟ لا انا بسال بستفسر بس. وعفوني يا حسن ده ديس ريسبكت. تيك توك يا اسطى، تيك توك يا جدعان، يا جدعان جدعان بالله عليكم. انا متخرج من اللغات، اللي مش متخرج من اللغات ما يكلمنيش والله.
واحد كان في مدرسة ب 50 جنيه وهو يتكلم معايا. يا راجل صلى على النبي. الله الله، ايه الكلام ده؟ بس يا عم ايه حسن الكلمات دي؟ انت دلوقتي كنت بتدفع كام في المدرسة؟ انا مش فاهم. حقق عليا. اوكي يا عم خلاص الدرس. صلى على النبي بس. والله انا اللي بقلبك. بص انا بقى بقى شايل بريشر. يا بريشر بريشر. يو 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 جو جو جو. مخازكس عندي يعني واحد ميت. طب يعني معوز دنيا وداخل داخله زي دي يا جدعان. اقتل يا ياسر بعد اذنك عشان ما تعصبش. بعد اذنك عشان ما تعصبش. حصلتونا الجيم. الدنيا يا اخي ده سايبني والله العظيم. الناس عاش والله. الشم بتاعك قوي على فكره. والله العظيم الناس دي قمه في الاحترام. الناس التكك فين يا تراش؟ توك التك التك. انا عارفها التكك. انت عارف يا اسطى التعليم فرق. تعليم فرق سوا ورد. فرق تعليم بجد. فرق سوا ورد. جاي لك بكتور. خد خد تعالى بس ايه؟ خلصت الجيم. انا مش فاهم هو بينج لساندرا ايه. 7 ثواني بس يا دلوقتي زد بيخبط خبيط يا بوي. انت عارف ما بتطلعش ده من جوز عشان مسكت يا عم. مش مهم الكلات حسن. مش عايز انرد بس مش عايز انرد الفرق اللي عاش والله العيب. العالي يقعد مع العالي يس. انا لو غلط يا اسطى ما ده دي فلوس يا اسطى بتتسرق. ايه سايبين له فرخة غلبانة؟ يلا بس ندخل فايت نضيفها مع بعض لسه نخلص فيها الجيم. طب ما هم مش عايزين حسن. انا كل ما قبل بس خمسة خمسة مد يعني. اسمع مني يلا خمسة مد. خمسة مد والله. والله بص اتفرجوا يا جدعان. بس انت ما يبقاش قدام جارم في الفايت. ماشي ماشي انا هبقى قدام جارم. اتفرجوا يا جدعان انت ازاي تقد التيم فايت في دقيقة. طب هو بص كاتلين شايف يعمل ايه؟ فول كلير الجنجل بتاع زد. ما يا ريته كان زيرو 3 7 بس. طب يا جدعان هلب هلب جارين ابو دماغ. جاب جاردن انجل. بص البيور نور يا ده ولا دي كاري اساسا متفايدة اللي قدامنا. يا عم اللي معانا وحش. هي ليها علاقة بالكيلو مش فيد. ايه هتعملوا ايه؟ جينا واقفين ما بنعملش حاجة. أنا كان زماني بش الصبح بس. ليه بتخش من هنا؟ الله الله. هلب هلب. يا عم ينفعش. شفت يا اسطى؟ هي لازم هنمسك. ماشي طب ما حد كان خد الكيو بتاعت بايت. يعني ايه حد خد الكيو بتاعت بايت؟ ده انا دخلت الدين نزلت موت. كلنا بلاندين يا حسن. هو ايه كده؟ ايه ده؟ هو بيمشي بس حياله ولا ايه؟ نايس والله. نايس فلاش. فلاش ذكاء الجيم. كان وحشني فشخ لولا ان احنا انت وحشني فشخ لولا ان احنا في تيم. قلت كده ليه؟ يسا حبيبي يسا بيك ماي ايه حبيبي يا عم. ده بيركول يا عم. انا عايز بيه على فكرة. نايس راجل. ده انتوا حاجة وحشة. ده انتوا حاجة وسخة مش وحشة بقى. معاك معاك. ماشي حسن هما يكسبوها. انا مت من ايه بقى؟ كنت من دعاء الوالدين؟ هو ايه ده يا جدعان؟ نو نو نو. الدريك الكام ده؟ لا بس انت عارف هو في الفايت احنا عملنا حاجة حلوة. يا
يا لا احنا ما عملناش حاجه حلوه، ما عملناش حاجه حلوه بجد، والجيم ما يتلعبش، مش عايز العب ضيعنا الجي ايه جي ايه. ما احنا خلصنا الفايت دي ودخلنا فايت تاني والله. والله. وزد ماي بار وكيتلين فرونت لاين وكارما فرونت انت لاين. كان ممكن تجري فيها. طب الفايت الاخيره دي انا كنت ممكن اجري بس لقيتك ضربت تي بي. والله سيبك تموت لوحدك. رجوله على ياسر والله العظيم. والله العظيم مسكت تموت لوحدك يا عم. او الصحاب طب مش عشان كان ببلاش يا جدعان والله العظيم جامد. ماشي. لا بس انت عارف هي لساندر يا اسطى الباور سبايك بتاعها 2/10 يا جدعان. انت تقدر تستيله، تقدر تستيله يعني بارون يستيله يا جدعان والله العظيم. خد قلبها ده دين لعيب. لا لا يا اسطى موتوه ده معهوش فلاش يا جدعان. انتوا سيرفرات والله لعيب يا جدعان. عاش عاش والله. ليتس جو ليتس جو جو اند يا جدعان. عاش والله لعيب. سمورتس يا حبيبي قول ميد يا بابا. قول ميد قول ميد يا جدعان انا جاي. اوعى يا ابني انا اقسم بالراس المربعه هفلقك انت. والله العظيم بيتر ميد وين يا. طب ايه؟ لا ده انت هم مستنيك تموت بس. انتوا مش مجاينين ليه؟ ما تكفروش الواحد يا عم. واقفين ليه ورا ورا التورت كده؟ انت فكر يا جدعان لازم اخلص الجيم يعني. يعني يا جدعان انا لازم اعمل ايه عشان اخلص الجيم؟ والله العظيم جامد والله جامد. بس انا ليه بتجيب في نزلك بتودي؟ احنا زومبيز ليه كده؟ هو ايه ده؟ انت انت على تشبيه. انت على تشبيه اضربه في التورت. انت على تشبيه. عاش والله لعيب يا راجل. ايه ده يا راجل؟ طلع النبي يا دي ناس. اوه ماي يا الهي. يسوس ايزي سرندر برضه والله. بس العيال حلوه بس. صح؟ مين؟ والله كيتلين وحش وكارما وحش في زد وحش والله العظيم. والله العظيم والله العظيم احلى. خلوني قاضي والله. حلو بس جي. اسهل حاجه عندك يس. ايه ده؟ هو بيقول لي ايه يا واد ده؟ كونجراتس تو اور شالنجر سيزون 22. شكرا حبيبي يا اسطى الله ربنا يخليك حبيبي. كلهم اصحابنا واخواتنا المجتمع حبيبي يا اسطى. اهو ايه السونجر اهو والله يعني. اوه يعني زد 20 كلمه عشان كلب اس لساندرا. شايفها شايفها يا باي. ليتس جو. انا كاكا ماشي استناك يعني. بريب براحتك عايز تخش ايه؟ بريب اوكي بريب يس بريب. انا جاي حاجه جاي جروب بس يا جدعان انت عارفين انت ممكن تجيب فلوس باي حاجه والله يعني. حرفيا الرمان اللي انا كنت باكله ده الكيلو ونص ب 10 جنيه. كان ممكن تشتري كرتونه ب 30 جنيه. فيهم بتاع مثلا ممكن 10 رمانات الكرتونه ب 30 جنيه ولا ب 40 جنيه. تشتري 10 رمانات تمام. انت عارف محل العصير الرمانه الواحده بيفصصوها وبيحطوا في كوبايه كده وكوبايه كده ب 10 جنيه. يعني انت كسبت من الرمانه الواحده كسبت 20 جنيه مثلا. ف كل حاجه فيها فلوس والله. شبع فيفي توب بالتوب. بس وقف ال وقف ال وقف راموسة. تعال من عمك شمع فيفي.
قولوا لا أنني ما زلت أشكو أيام الصبر. اضرب السلام اللي عشان اروح الشغل اخويا ابو حميد لازم اركب ثلاث مواصلات مواصلات لوز يا نوس ركبت المواصلات في الدقيقة ليري جو ده عند دماغهم متكلفة يا باشا. الحمد لله تمام، ايه اخبارك؟ جواب انت كنت كده هو بيغني زعلان اوقات تنسان والله انا مش زعلان شلمسك
ياه شكرا على السؤال والله يا محمد. يس يس جامد جامد يا جدعان جامد. خش ولا ايه؟ يعني انت اوف لاين؟ هو بس ما عملش حاجة، محروق ابوه. مش معنى ايه اني بجري وراك الفجر. محروق ابوه. محروق ابوهم. ويعملوا لك كده شمعة خفيفة عسلية فشخة. خد بالك في كلاب عندها عيلة، عندها عيال صغيرة، بتجيب لهم أكل لما تقتل أبوهم. هلو ويلكم. أنا ببص على البتاع. ويلكم تو اكستراوردينري. يسا هون هونك تنونك اخ يا هشام بيلعب لول على فكره هشام، بس ارام بلا انا ما بحبش مقصوح هو محتاج ولا شفت اللي جاب بنسلم ليك. احنا نرجع على التسعينات، خلينا في التسعينات كده. ماشي صلاة على النبي. يابا نزلوني ذكاري والله ما اعرفش اللي فيها يعني. انا مش هاكل من الوقت. ليتس ستارت ذا بارت. ليتس ستارت ذا بارت. اوريك قلت لي ان انا بقى تلعب ازاي. اوكي او قال او مس فرشه او ازرق. ايه ده احنا الخمسه من توبلينا حسن. حسن احنا الخمسه من توبلينا. حلو يا جدعان اللعبة دي. حسن بيتشيل دلوقتي مش فاضي. Children, we are.
the one who had better days and has to give him. عارف يا انا حتى معايا اي جي كايسر احنا هنخربها. اما ورحمتي يمنا نحط عليه. يا ما قال لي يا ما قال لي على اللي جواه وبرده ما بصدقهوش يحلف وانا ليه حرم احلف وانا ليه واد ويقول لا منه. طب يا ما قال لي يا لي يا لي يا لي كنت رحت مش هقول ده لا كوبي رايت ايه حبيبي حبيبي انا كنت احلم بيك ويا ما استنى احلم بيك يوم ورا يوم حبيبي انا كنت ايه اصلا كوبي رايت انت مال وانت في المكان اساسا هو صوته شبه صادق عشان كده احنا الاثنين مش عاملين ميكس حق ربنا ياخد كوبي رايت باي احنا نضرب ضرب يلا يا حسن انت فين انت ميت انا مدس اوريكم كاسه بالله اوحش واحد بكاسه في الفريق يلا يا بالي انا لسه واكل ربع رمان والله كنت بحكي مع الناس في صفقة الرمان ده. بص يا جدعان لازم يبقى عندك مبدأ في اللعبة دي، أنا مبدأي في اللعبة دي ضارب يا مضروب. يا تبقى 9-0 يا تبقى 0-9، مفيش حاجة بين الدنيا. يا تضرب بس يا تضرب بس. لسه جوه ضرب بس. بإذن الله هنضرب بس. الواد واخد مكاي وشكله ابن ناس كده ومحترم. يا رب فيكتور. هو بس الفكرة إن أنا مش عايز جريبس زي يلعب فورم يعني. عايز جريبس يجنن. جريبس مين؟ بذمتك ودينك احنا من ساعه ما انا متع... يا اسطى كل الجريبسات اللي معايا يا جدعان مش متاخره عمرك شفت جريبس احنا بيعرف يلعب لا ربنا يصبرنا الحقناك يا سيسي اوكي يلا بينا ماله الوجه مين اللي بيجيب ست شكله ورشوش ومين الحشرات يا عم اه انت ادرى بقى ده تخصصك ايطاليا هوكر ايطاليا هوكر يا اسطى دوبلين إيه؟ لا لا بس ان شاء الله يعني الواد اللي قدامي ده سيرجانيتو فاناتيك الو سانتا استنى ما نشوف ده سانتا بتاع ايه ده وايه سانتا لا مش وانا حاسس يا دول برميد ايوه يا الاخ ده انا حاسه هو لا سانتا بتاعنا المصري اه في اتنين سانتا على فكره في مصر لا لا الاثنين عندي في الكالندر الواد انا بتاعنا جنجل ماشي ايوه ما هو هو سانتا جنجل اكاونت فين اهو والله سانتا جنجل اكاونت لا انا مش هلعب دي تاني سانتا سانتا بتاعهم اوكي ليتس جو ليتس جو لك سانتا بتاعهم اه مش هنستاك هم والله كنا هنستاك كويس يعني يا اسطى استاك مين يا رب الصلاة عليك احنا كويس ان احنا موجودين طلع زين والله كويس فيكتور هيبهدلك على فكره وهيسكيل ويبهدل التيم كله احمد يوسف يا اسطى بعت لك تحدي بيقول لك فيكتور هيبهدلك ويبهدل ماشي على كام يا يوسف بعتلك انت بعتلك انت على كام يا اسطى يعني فيكتور مين يا اسطى شكلي هو ثانيه بس انا بلعب بيب ارمر بس فكرونا يا جدعان فكرونا صغيره يا زوز شكرا لك اي دونت سبيك ايجي ازاي دونت سبيك اوكي ماشي يا عسلي اولع بعض طب حدش هيهل بال ايه ده طب يا اخي قول لي حدش هيهل يعني اللي حصل حصل ريبورت هقول له مكان ايه ده عنده بريد ديد ده بيحاول يقلد هو ثانية يا جدعان ايه ده رات بيضرب الليزر من بعيد ليه ايه انت عايز تضربه منين يس يقرب شوية كده
اتليست الليكرز اصح فكرتنا متوقع بس يا سانتا بس حبيبي بس حمال اوكي باشا يا يعني هي ما بتدوجش السكيل ده يا جدعان ما بتدوجش ايه ده سانتا وحش قوي يا عم ما بتدوجش يعني حاجه حسن الاسكلايه يا اسطى لابسه فيا على طول هنعمل ايه بقى اتحرك لها يمين ولا شمال يا ابن العين قلت لك اوريك حته سيجاري بيقول لك اي كودنت فلاش ماي باد ولا ضرب فلاش ولا ضرب دماغي هو ده يا جدعان السبورت اللي بيلعب زي خطيب انا ما اعرفش خطيب حتى لك انت في امان طب ايه طيب الوقت كل الاسكلات مرشياني ليه حسن الحكايه اياد الواد حريني ضرب شكلك كسبت يا ابو يوسف يا عم الكلام شكلك كسبت يا ابو يوسف التحدي يا باي قلب طيب حاسس ان انا روكي ستار نازل من المريخ قلب حاسس ان انا مخ طار ايوه دوج لا اقف وش معايا بالله عليك هو مش واقف ده ايه ده هو خلي بالك خدك في ناحيه البوت عشان كده هو بيهافر ناحيه البوت خدك في مش خدك في جنجل عندهم كين ناحيه البوت قصدي هو ثانيه بس هو كين دي مفرم اكتر من الواد ب 50 فرم بط اي بينج دوريز بياكلوا له الكل في بقه حرفيا يا جدعان انا قلت جنجل في البوت والله ايه علاقه الدب ده ايه علاقة ان موكاي وحش بص ها حتى الجنجل اللي معاه بيبنج له بص معاه فلاش وقناع 24 ساعة يا كيمو عامل ايه يا باشا الواد بيستخسر يضرب اي حاجة حسن والله خير عشان اريكولا ضربت بيه حسن انا حابب اقول لك ان احنا الخمسة في الجيم لينا فضلت العب رانكد امبارح انا وابو عامر وصريخ ضحك ولا ايه ده يا ابني سيبنا اريكولا يا ابني يا اسطى اللعبة اللعبة عايز صح سيبنا ريكول يا خنزير بس بقول لك يا حسن احنا الخمسة من توب لينرز والله يا اسطى على فكرة التوب لينرز جامدين جدا يعني بيلعبوا في احد اهو بنلعب في اللي كان اهو الواد والله يا اسطى انا شخصيا بلعب ميد وتوب وجنجل وسبورت بس فاهم هو بيعمل ايه؟ ايه اللعبة دي؟ اها جريفز وحش هاي جريفز وحش يا ابني انا شفت يا عم انت الصلاة على النبي الصلاة على النبي باظت 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 بطلوا اللي بتتفرجوا عليه ده بطلوا الحاجات الحرام اللي بتتفرجوا عليها دي وركزوا في الجيمات بقى احلى ماستر يا اسطى جي جي والله ايزي نايس جي جي والبلاي هو سيرفيت الواد ما قلت تابو سايب الجيم في ايه ماله كان لكم بوت ولا ما فيهاش ورد دم ازرل معوش لا فلاش ولا اكزوست فلاش معوش اكنايت ده ازرل عليه شات داون يس بس انت شايف هو شايفك ورد دم مش رعب طيب يا واحد كان نفسي بصبرت تدخلهم خش خش عليه ده انت يا اخي ايه ده ما ايوه قول لي حسن انت كده يا عيني ان شاء الله
مهم المادة مش مهم. خد ادك كلاس ايش خدش كلاس مش مساعد حد بيلعب بزيلين ما بيلعب بسنجد يس مالك يس ده هيلعب جو سترايد بريكر انا الصراحه لو مكان هو هيحتاج الاثنين بس انا مكان انا جبت رينك الصراحه لو مكان ده اجيب سترايد بريكر وانا فاهم وجهه نظره ضد ناس بجوست وناس بتجري كتير ناس بتجري على اي حد يقدر سترايد بريكر في دبليو بس رينك هتبقى احسن جريبز افك فارم برضه حسن اي جريبز معانا بقى انت فاهم انت فاهم اللي فيها بتاعتك اللون حقق على ايرادات في الكون هخترع التليفون وهسمي شبكه بودا فرعون مع كارت امون من بودا فرعون اشحن وانت مطمن بس عم طلعت بقى كده اجي لك على السكن سكن بقى زي ما تجري على البيت زي الحكم بتزع على البيت دماغ ولفيت شبيك ولفيت عليا الضلاجه اتخضيت عامل له ايه يا اسطى عبد الله ماشي عامل له بنكت له مرات بش الويف عليا انا ده عامل له ايه اللي عندي في اللعبه انا بنكت له يعني هما الاثنين راحوا ماتوا من ال خش بقى عليه ما تكفرنيش بقى ربنا يكون في عونك عبد الله شوف صورك يا اسطى على فكره الكليه حوار بس بس زيرو انا بشر الويفا دي واجي لك بط عم ازاي يا سلسل سريش ازر اللي يبش على قيس مقا يعني الواد بوسي بوسي يعني ايه يا عم انت انت تخش يا ابن الفراخ يا ابن الفراخ ايه ده؟ هو ايه ده؟ انا مش شايف حاجة حوار بقى حسن يا رب الكاري شفت سريش ترش كاري تلت ده قاعد يبص صف ناس كل الهوكاء فاتخنق كله ده طب ايه يا جدعان الواد بي جريفز مش هيعمل حاجه في الجيم يا ابوش جريفز جاي يفرم صلاه على النبي عشان هو عايش المشكله في كاميل وفيكتور وفي حاجات كتير هتفتكنا انا يا جماعه انت ازاي بتخسر يا اسطى ده هم ثلاثه دوب جي جي ايه ده جي جي عايش انا اوفر بيت الكيو اخد بداية يا عم ديونا جنجل بس الاشكال دي شفتها كلها عديت عليها انت فاهم ديونا جنجل عايز يموتني صح؟ ايه ده ايه ده ايه ده لعبها وحش فشخ كان يقدر يلعب احسن من كده بكتير يعني هيلب طبعا يا جدعان هيلب هيلب قلش عليا نايس شكرا شكرا ليكم يا جدعان والله ده حصل ست
في ايه؟ طيب احنا دخلنا ليه الجيم ده؟ طيب لما كله بيلعب. مش اوكي. لا انت مش وحش قوي كده يعني. يا عم لا بقى يا عم مش كل جيم الناس كده يا عم. العيال مش بيلعبوا معاهم خالص. بقول لك ايه، فيكتور مام كان فيكتور مام اس ستير يا اسطى. يا اسطى الواد ده نجمي. انت مش فاهم ازاي جونج اللي معانا برونزاي مش نوب والسبورت يعني اه الماستر وبسبورت على الله على نفس يعني هو السحرير. يا ابني ده انا نازل انا بلعب احسن منهم يا عم. حسدنا احنا الجيم اللي فات. حسدنا ايه بس يا راجل؟ لا ما ينفعش يا جدعان الناس تلعب وحش بالطريقه دي بصراحه. يعني ده اساسيات لعبه يعني. انا ممكن العب وحش بس ما العبش كده بصراحه. مش فلاش ده رين في الميد وقعوا. بص الواد بيعمل ايه؟ بقى لا هو ما اتحركوش عليا وفضلوا يجروا هناك فاهم يعني. هم لو قعدت تحت الطور اقسم بالله هنجيبهم. بص مكاي اندر توريت تراشس اندر خالص والله العظيم يا جدعان. انا نو والله العظيم نو. اللي قدامنا وحشين فشخ. اشتروا ماك يسا. كنا دوسنا ايس يسا ما نضيعش وقت. لا والله العظيم ما دوس ايس. والله العظيم ما دوس ايس. ليه طيب؟ نيفر سرندر يعني. يا عم انت مش شايف سكور العيال. يا عم انت معانا ده في كوكب تاني يا عم. ماشي فايف بوت. انت مش شايف سكور العيال يا اسطى؟ بص السكور ده. لا اضرب اضرب. اوحش مش هتراه هارد يا اسطى. لا انا ما تراهش هارد والله. بلا سياحة تراها هارد. ايه يا عم تراها هارد كان زمان بطلنا. انا من رأيي ان ياسر تيجي نفتح اكونتات صغيرة و... دايموند مثلا كده اربعة بتاع. لا يا عم اكونتات صغيرة ايه؟ ايوة عايز اشتري كاسانتي يا ابني. اشتري كاسانتي بلعب بتوب. بص سمايتو خدت دريك برضه يا ابن اللعيبه. برضه والله احنا لو خدنا اربعه دريك هنكسب صح؟ لا انا قلت لك قبل ما الجيم يبدا اصلا فيكتور بدرك انت قلت لي يا اسطى فيكتور كسبان حظ يا اسطى. يا عم مالك يا عم معاه تيم يا اسطى. يعني فيكتور انا موقفه تحت الطار الجيم كله.
ده يا دوبك ما عملتش حاجه في البنت خدت رتين بس بس يعني ما بيسكر بتلمح ياسر هو ده ياسر عشان بيلي ايه ده فتح جوست ده عبيط قوي كسانت زعلت بسنج ده اصلا انت تفضل تجري ويجري وراك وهو الواد رجليه مقطوعه يا ابويا يا اسطى الجنجل عليه 900 جولد انا ماليش دعوه هلب هلب زم بيدل 5 على 3 اقتلوه انت عشان توب لينر يعني يا اسطى بتحقد على التوب لينر اهو اهو ايه اهو اه يا شورت ايز يا اسطى تعالى تعالى هنا هنا اه ال 1000 جولد اديتهم لك يا اسطى بتاعتك كاري بقى يا عيني كاري كاري انا بص انا عايزك تكاري يعني انت اديتك ال 1000 جولد انا عايزك تكاري طب ما انا قلت لك قعدت تقول لي سرندر وما سرندرش يعني انت انت تقدر والله ممكن انت انا جاي معاك عاش يا دي يا اثر يا سور النصور يا برونز يا عم هو انت سبتوني ليه؟ يا عم في حاجة في دماغكم يا بوي يا بوي كسنت كسنت انت كسرت البتاعة مكاي كان بيعمل ايه؟ انا قول لي لعيب لا لعيب ولا حاجة يا عم ولا لعيب ولا حاجة طب يا ابني احنا كنا اشترينا صحتنا يا ابني نزلنا جيم تاني وينابول والله حسن بجد الجيم وينابول وينابول اقسم بالله منا. والله اوفر بيقول لك اوفر ستيد البج ابن البجحه يا عم التوب لينر دايما بيتهانوا لا يا اسطى مش دايما بس التوب لينر الوحش هو اللي بيتهان هو كاميل الصراحه مش هينه هو كاميل 4 4 عادي يا اسطى ايه يا جدعان ده نزل وحش قوي يا جدعان لو عملت ايه مثلا وخليك تقعد تعمل كده هسيب له والله العظيم نو والله نو انت هتستك معانا خليك تكره حياتك اه يا جريفز يا ابن امه جريفز ماله جريفز ده عيان ايه يا عم يا عم ارحمنا يا عم انت جاي هو ايه اللي مخلصه الواد ده يا حسن ارجو ما اكونش شايف غلط هو الجيم بيخلص فيكتور جابني جبت وايت بس خلاص بيخلص صح عندك؟ حاجة معاك يا كميل اهو اوكي انا جاي اقتلوا الفيزا اقتلوا الهيرال يا رب يستاك يا والله دي ساعتين مش راضي يستاك يا اللي بيستاك اه طب رحت ليه؟ يا ابن تمويل والله تموي شكرا هو راح على داريس كان مستاك من شويه يا بوي مين اللي جاي ده يا عيال انت هيك هيك يا حته الكاري مش عارف جايبينه منين موتني واحد راكم فلش عليا موتني ايوه هو ده هيموتكم كمان ياد اجري على داريوس اجري على داريوس يا ابن المرة ياد يا ابن المرة هو ايه جريفز يا ابن ايه عمل عمل ولفز والله يا ابن اللعيبة سمارت شفت لسه هو بيعمل ولفز هنا عمل كراجز ولا اسمه مش عارف اسمه ميدو امامهم والله غلبة يا جنبوك انت بيتش ما الجيم فيه اللي قدامنا ناس وحشة اه والله بيترول اصلا بعيدا عن بيترول مستواه منقذر عارف احنا لو ممكن نكسب لو الواد راح افك الواد ايه الواد من الليل بيكتو وعندي طب ما داريس احنا مش هنفضل نلحقك يعني من كل الناس بصراحه عندي لسه وانت ايه ده ارحمني يا عم ارحمني يا عم ارحمني ارحمني يا عم يا جدعان الحقوني ورا مين الحقني في الميد اه جريمس بص بيفرم
جدعان لازم نلغوا الفارم من بعض الجنجلر يا ابوي. هاي دماغي الجيم فيه بينتم يسو بينتم يا ابن العيله يا ابن والله العظيم يا بس يا حسن والله ما تجيبش سيره العيله ما تجيبش سيره العيله يا اسطى ايه ده انت عليه ده هو في حاجه بري سيزون نشر ال بيعملوه يا اسطى اللاكي جيم والله اللاكي جيمز احنا خسرانين 9 جيمات ورا بعض ما تقوليش اللاكي جيم اخ مش عارف اروح فين ولا اجي منين اقسم بالله تحت والله انا دخلت على لازم يلغي الفارم ورا بعض والله انا فايتهم 9 على البرا ده يا جدعان ما جريفز هو بيقعد يفرم الجيم كله بيخنقني والله العظيم ليه كام يوم كده اللي نزلت معاهم جريتزات كانوا زي الخرا يلا يلا يا حسن يلا يا حسن خش خش يا حسن خش خش حاضر والله العظيم هموتك تصيهم انا هخش لازم يعني ما انا مش هعمل كل حاجه لوحدي بصراحه جي جي جريتز يا عم اف اف انا مش طايق الجيم بصراحه لازم نرغل فارم بعض في المدرسة ترو 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 يعني حقيقة معانا يعني بص هو الجيم ده خمسة كلهم من تو بلين تمام اللي معايا داريوس فبيلعب بلينو ده الوحيد اللي بيلعب بلينو تمام هو 2 9 او 3 9 الجونجل اوتو فيل 3 9 انا ميد لين 2 5 10 والايديكاري معايا بيلعب في كل حتة عادي ده لعيب سبورت يعني هو مش ملاحق يفرم جونجل ويفرم لينات عم تهيب غباء ده 3 9 3 9 ده بكوبي بيست من بعض ايه ده سمارفات يا اسطى برمي انا عارف بس محتاج كاسانت يا اسطى تعال نقتل فيورو مفيش فيورو يا اسطى انت مش عايش معانا ليه؟ ميجا لما جريبز يجري من ازريل يا عم بالمناسبة ازريل جريبز ده بيمسك حاجة اسمها ازريل بيكسر عظم وشه وانا هكسر عظم وشه يعني هيا اكسبه انت يا رب داريوس يا رب داريوس ايه؟ اضرب بيه انت ازاي ميت خمس مرات بس اصلا ما انا بحاول اوقف الجيم مش قادر لا فين موت 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 تاني اهو اهو صحتي لا تتحمل كل هذا الكم من الولاد الفتاك انزل اجريب انزل الامل فيها جيتو 9 4 10 4 10 وانا سمعت يا جدعان الناس لما بتفل المفروض ان الناس الثانيه بيبقوا ناس كويسه لكن احنا الفيلم هم بوحشين ما في انهي دين وفي انهي عرض ايه مش شغاله طب ليه طيب ينزلوا خمسة اوتو فيل يا اسطى ليه النظام بجد والله ينزل خمسة اوتو فيل اللاعب عايز تشيت اه اللاعب عايز تشيت عايز ايه؟ تشيت اصل مش فير يعني صراحه خمسه طفل مش فير العب طب شويه لما ينزلوك طب لما ينزلوك اوكي مش عارف تعبت ولا العب تاني احنا لعبنا جيمين بس سيبنا جيم وخسرنا جيم نكسب جيم تالت نمشي جيم يلا نقفل ايه نقفل يا عادي يس نقفل ايه العب بمين طيب الجيم ده حسن ده بريسي مش رايق يا عم مش والله
قلت جاب يا عم انت خلاص خلصت السيزون اللي كان خلاص هيتصفي فكك من لم المعلم ده حسيت السيزون مش كده كسانت بنت انا في بريسيدون بس مش قوي يا رب يجي كسانت يا رب معايا جايز كان اوكم جايز لا هي انا مش هي 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 اشتري كاسانتي ايه؟ اشتري كاسانتي خلصت جيم ده يا جدعان بكاسانتي جي جي نكسب بس هنخسر بس هنكسب بس بإذن الله هنكمل سلسلة سلسلة اسمه ايه ده؟ شمع فيه يا اسطى انا حران ليه في الشده ده والله بجد سؤال يعني يطرح اخويا الرز عامل ايه يا اخويا؟ طبعا يا عم متشكرين يا عم خد لفه ابو صبري هذا كسنتي يا اسطى كسنتي كسنتي هذا كسنتي كسنتي عامل ايه يا ابو صبري؟ ده انا اشتري سكنايه بقى نشمر جديد اخش اجرب ايه تجرب يا اسطى ما هو واحد فينا يجرب واحد يتراي هارد ايه اللي مش هيحصل يا اسطى عشان نكسب يا اسطى عشان يبقى الجيم موت على اتصال السنة انت لما بتخش تموت مش بخش اموت معاك حصل بسيبك تموت لوحدك لا طب لما اخش اجرب مش هخش اجرب معاك بلعب معايا يا سيدي يا اسطى خلاص هلا افرح فين يا رب مضروبة طريقتين ده اللي جامد بتاع الخليجي ده مين اكسبت انا توب يا اسطى روشيل ولا حساب لا راك الله ويا ذكرى انت خليتني اشتري عشان تبني دول سعادة يوم اغمض وابكي تغير حال تقريبا تجوني كلام غير حال عمال يتمد اوبي باي زوي لا لا تروح حب الافضل حال دي حاجه ثانيه تغير حال طيب فرح هو ماله النت يا جدعان تغير حال بتاع ده شكله كان انا عايز هو جاز كان اصليه ده بتاع الشيخ قويس بن العائل تعب عاك الله الداير يا النت ماله يا الداير يا في لبش دلوقتي انت عارف الجيش بقى تغير تعملها في جيش كشف التمر عاك الله الداير
أعاك الله ويا ذكرى ليالي اللي تمر البال تذكرني سعادة يوم أغمض وبحرف فكري تغير حالي تغير حالي المنهى تبعني على الدنيا وما فيها ولا عذري أنا إذا عاشق خويا إبراهيم يا اسطى انت نزلت الكيت ميد ونزل دبل بالسبورت هي جت عليا انا يا عم انا كيت الميد بتاعتي وبي على ضمانك وي هاف ذا مورست شامبيون بس اتليست تايم كيت يا ابراهيم بيلعب معاه بالسبورت وبيشن انا الناس مالها فكرة الشباب اللي تحت دي تفز بقى طب ايه اخبار الادفنتي مش عارف الناس بطلت تقريبا تلعب رانك تحت امريك ايه ده هي سوابه اما هم هي سوابه يكارونها بقى يتكارى جدا لا تمنع قوي قوي يعني حسن الله شباب هم برميت شفت بقى يا اسطى ان انت حكمت عليهم حكمت عليهم ايه انا كنت داخل بكاء عشان قبل ما نعملها والله والله هو يا اما تخش وما اسمعش ما اسمعش يحس حد بقى جي ليتس جو كمان ما كنت اسيبك يوم فيك عندي اغلى مكان نسيتني ولا ايه ها ارتحت طب النسيان يا حسن لا كل اللي بتحبه انت الهوا والدواء لا بحب تيمو بكره تيمو بكره اللي بكرهه تيمو شخصيته تتم في الاسبوع يا وين طيب ولا عيب عليك يا حسن امال الحكايه ليلتي عايز اطلع ادخل عشان الريكونكت بصراحه البنج عادي شويه اندر ريتد فيري ما عندناش معاك يا حاسدين الغير أرض جي أبو زعبة نازل قدامنا في البطلين الجيم دخل ولا لسه؟ الجيم دخل عم جي جي ضد كلاف اللي بتحبه الله العظيم أمس أبخارة معاك رجل ولا يصل بيلعب بقصة تليبورت ما بيلعبش بسهل عشان يجروا على الناس وكده برضو والله بيجروا على الناس بجد بس يا مش عارف ليه انا يعني عدت بيجي من واحد حاسه ضعيف فاهم لا لا عادي ايدك لسه محتاجه تاخد عليه شوف داركنس داركنس بيلعب بيه قاعد بيسلم سبام وبيه شامبيون جميل جدا ممكن تعود بس
طب بيلعب فول تانك كمان. فول تانك الجيم ده ما جبش صنف عادي. شكرا يا رايت. عادي ابشر عادي ابشر قدامي بس هو لاف قوي تقريبا قدام. احنا خسرنا وش بعض بين سوا هيل يعني مش عارف مين. انت شفت يا خدت تحت الطاولة. الجنجل فين بتاعهم؟ صوت الكيبورد باين؟ اللي تاني معرفش. كنتش واخد بالي كنت بتاعهم. بعدين هات برامبل فيست بس وبعد كده تلاقي الدنيا تمام. برامبل ابدا استارت برامبل فيست؟ بص انا اوريك الستارت بتاعته اللي بشوفها في المعتاد يعني. انا نجلك اه كلاده. لا لا ما يموت يموت يا جدعان. دول الثلاثة يتوقعهم افري جيم اللي بشوفه عليهم. لا سيب الويف خلاص ابدا. المايك شو اديته كلها فري مالهاش لازمه. كان بيتريع على كده قدام اهو. يا دين امي على اولاد خرا. هو انا اكسبه على فكره بس محتاج يعني شويه. مش اوكي مش تقريبا اولاد مش هستخدم قدامه ال ايوه مش هستخدم قدامه الار يعني. الأرض ما تضربهاش يعني عشان تاخدوا في حتة لحظة. والله اه يعني هو كسبني ليه؟ انا كنت كسبان وكسبني دلوقتي. مش هتفايد معاه. ده
وايه يا عم ده؟ لسه الواد ما بيوقفش، هو ده بيدخل يتخانق معايا على طول، بيبقى اول ما يدخل بليل. الخرا ده يا عم. يا اخي ميتين ام القوه يا اخي. الواد مع الراوند الواد سمر سندرا عنده ده. الواد مفرف في التوب، انا بكمل نفسي قافل المايك. مش عارف انزل اخد الويف حتى كده، انا يعني انا هقفل السيتويشن، انا اموت. الواد عندك في الميد ليفل 8 الواد، نايس. كلوز كلوز والله. وانت ليه والله؟ وراك من ايه بقى؟ ايه؟ يا ابني انا نزل ورايا تحت الطور ورحت بفلاش بعيد وعارف ارجع اجيب يا ابوي على البيك ويف. فك فك يا اسطى، وضاع عليا عادي يا عم، مش احسن مكان يفضل متريز. مين يا جدعان كان دول اللي هتخسر كتف اللب هتطير وراه؟ كان بيتكلم اي حد كان بيتكلم بيقول له تخسر بكيت لما هم الاثنين خسرانين، ينزلوا 1-0-1 اهو. هي البت ايه هنا يا دين امي على الحمار؟ ولاف عندكم يا جدعان، ولاف يا عمي قلت له ليه؟ بماكس كيو دبليو صح؟ يا ابوي بدا يتني. انا كنت اقدر اكسبه يا اسطى بالغلطه اللي غلطها في اللي وافضل اكمل اكسبه، بس انا قعدت في الليمب ربع اتش بي ودخلت عليه فاهم، كنت هموته برضه بس بعد كده عملت انت. بس فهي دي الحته اللي انتيت فيها اللي انا ما رجعتش بعد ما موته.
ايوه ايه ده الاوتو اللي كان سيبه ده كان زمانه ما ماتش اساسا. هذا الشام جامد والله حلو يعني. ميسنج هذا انتهى. هو ليه بقى عمل كده؟ انتهى يس. شايف الواد كده؟ شايف الواد نامي وراك يس. اه قلبي دخل في قلب السام والله. هم لا بيموتوا ولا بيقتلوا ولا بيعملوا اي حاجه. بيقتلوا ادعي لهم بس يا ده. ادعي لهم ادعي لهم عشان يقتلوا. اضرب بار يا طارق. نايس. موت بقى. موت مش موت انت فاهم غلط. موت مش موت يا حبيبي. ايه. عايش والله. ايه يا فكري على سريع لو الاستريم الواد يا اسطى معهوش لا تي بي ولا سفر. لا تي بي ولا سفر مش عايز. بص يا عم بص يا عم بص الجنجل وحش. يا هغلط فيهم بجد. يلا يا ابني حبيبي. يا حسن بص طارق يا عم. ايه القرار ده يا جدعان؟ ايه يا عم ده؟ اللي صح يس. والله الله ايه ده؟ ده موقفينهم يا عم بالتورتين. موقفينهم بالتورتين الواد كان فول اتش بي فول مانا معاه قرين واقفين بين التورتين يا عم. يا بلبس بلبس الانمي جنجل يا عم بلبس يا عم يا جدعان. اه يا جدعان هو ليه في الانمي جنجل؟ طيب ليه؟ ايه
مش ند صح. انا مع ثالث ايتم فايت الاحمر، مع ثالث ايتم ان شاء الله فايت الاحمر هيضطر يضرب على زي اضرب يا بابا اضرب يا بابا مع السكنات ومع اي حاجه. طريق سبعة وجري اهو. بس والله عشان انت ما شفتش، انا شفت المنظر اللي كان في البطين غير انت ما شفتش. اي رش انا بينزل دول يبقى حلو، اي رش انا بينزل معايا مع احترام لاي حد سولو الناس بتلعب احسن من الناس دي بجد. الناس دي بجد يعني بتبقى وضعها صعب. ابراهيم عامل ايه؟ ابراهيم ليدس اخدوا ريفت. طيب يا جدعان هتلعب دول امتى؟ يا جدعان انا صعبه كده. كويس ان احنا معانا تو دريك والله العظيم نعمة. بزور اربعة فوت كده هيضايقونا على المسا. الذكاري بتاعنا في الصبح يا حسن بيتفنس ال بيصيدوا. لا بس مش عارف حد يعملها كاري. لا يا عم عشر ثواني واضرب تبي ده معاه فلوس لدرجة ان هو اخد كيو سيت. خليت بريك. ايه ده؟ ايه ده؟ وات؟ 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 شفتك انا شفتك. لعيب. قضيته. خلص عمل الجيفوس يا اخي. طب الواد ده الموضوع ده ولا مش هنعرف؟ مش عارف الصراحة. نيجي نحاول؟ خش عليها لكن ما اخش خش عليها. مش هيعرف يقفل يا عم. مش هيعرف يقفل يا عم. مش هيعرف وهم اساسا فتحوا في الفيت فتح انا اعلم بيه ربنا. هياخدوا بره الهيال صح؟ هو ايه اللي الجانجل والسبورت بريميد عشان كده 22 نايس. مش متخيل انا اتنين يلعبوا بريميد وال 22 يا جدعان. لا والله يا يسطا ازاي يعني؟ كويس ان ما ادوش برضه نايس. فكرة عايز يجيب ماجيك تيست ايتم انا. هو ايه الار اللي الثاني ار دي بس الار جت عمل فكر هو بيعمل ايه؟ بيموت بيموت
برميد الايتم ده انا بتكبر درجة غريبة مش فاهم ازاي البوتلين فايت كده بصراحة. ايه الخرا ده؟ لولا البوتلين كان زمان كسبنا والله. يا عم ايش